ايه يا بندق؟ المعلم جابر ساب لك مفتاح الدكان وبيقول لك ان هو مش هيكمل. هو فين؟ الدكان. هي دي اصول الصعايده يا جابر؟ بترمي المفتاح من غير ما تعبر صاحبته؟ ملوش داعي كتر الكلام يا مهره، ملوش داعي. انا بقدر اللي عملتيه معايا وتشكر لحد كده، لكن ما احبش اقعد في مكان مش مريحني. وايه اللي مش مريحك يا جابر؟ ايه اللي مخليك مش عايز تقعد في الدكان؟ وبعدين مين اللي يزعل من مين؟ لا انا اللي زعلان، عاوز انا اشوفك في عربيه جدع غريب واسكت. ولما اختي تعمل حادثه وادور عليك ما لقاكش اعمل ايه؟ والناس كلها عماله تلسن اصل بيته ما فيهوش اب، اصل بيت اختها متدلعه، ولما الاقي اخويا بيتخانق وفي الاسم وادور عليك واكلمك ما بتردش اعمل ايه؟ عندك حاجه في كل اللي قلتيه، ما اقدرش اقول حاجه، لكن ربنا وحده اللي عالم وقتها انا كنت حي ولا ميت. انت ما خبراش انا كنت في ايه، انا كنت في برار طافح. ماشي احكي لي، اشركني يا عم، قول لي في ايه مالك. وبعدين ايه الرساله المنيله اللي انت بعتها لي دي؟ هو انت مخبي عليا ايه يا جابر؟ قول. اصبري يا مهره اصبري، ما تبكيش، انت مش زعلان عليا، بكفاياك يا بنت القصور. انت بالذات ما عملتش منك عتاب. ما دام عتاب عتاب بقى اسمع مني يا جابر، انا اخترتك مرتين وكل مره الاقي سد. المره الاولانيه كنت بتاكل بط من ايدين ميمي، والمره الثانيه قعدت ادور عليك عشان تلحقني انا واخواتي، ما لقيتكش. قول لي عايز اعمل ايه تاني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ تتجوزيني يا مهره؟